السلام عليكم أنس، المايك عليا بقى. تمام كده؟ نعم. يا شباب، يا شباب في صوت كده ولا لا؟ الصوت عامل ايه دلوقتي يا شباب؟ تمام كده؟ حلو كده، كويس الصوت بفضل الله. تمام يا حبايبي، كل سنة وانتم طيبين قوي، وربنا سبحانه وتعالى يعود عليكم الايام بخير باذن الله. هنتكلم بس دقيقه كده عقبال باذن الرحمن ما كل الناس تجمع باذن الله. اول حاجه احنا طبعا ربنا يبارك لكل الناس، وربنا سبحانه وتعالى يرزقكم الخير يا رب، وباذن الرحمن السنه دي تبقى سنه خير عليكم. عاوزين يا مستر جماعه نعمل فعلا حاجه اللي احنا ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا بيها. أول حاجة لازم السنة دي يبقى كلنا كطلبة تالتة ثانوي
حاطين في دماغنا حاجه مهمه جدا جدا واحنا بنذاكر. احنا لازم باذن الله باذن الله نسعى لفرحه اهالينا باذن الرحمن. يعني احنا يا شباب كده الدنيا ورجعت تاني. بسم الله. طيب بص يا ضحى، بص يا عمر، كل الناس سامعاني كده. احنا باذن الرحمن يا شباب السنه دي لازم نحط بس قدام عينينا حاجه مهمه جدا بالله عليك. الحاجه المهمه جدا اللي احنا باذن الرحمن احنا فرحه اهالينا السنه دي. يعني احنا باذن الله باذن الله حاجه تفرح اهالينا السنه دي، لازم نروح حاطين في دماغنا حاجه زي كده. لازم نبقى واصلين باذن الرحمن اللي كلنا نستنى فعلا اخر السنه اللي ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا. لو انا النهارده فضلت مواظب على المذاكره كويس جدا وفضلت باذن الرحمن كويس جدا كويس جدا، والله ربنا عمر ما يخذلنا مهما حصل. يعني مهما حصل ربنا مستحيل يخذلنا بدل احنا مواظبين على المذاكره وبدل مواظبين على شغلنا باذن الرحمن. فالناس كل يوم كده قبل ما ينام يدعي دعاء ان ربنا سبحانه وتعالى يوفقه وان ربنا سبحانه وتعالى يكرمه. حاجه كمان، اي بني ادم يا جماعه مسلم او مسيحي لازم يحافظ على صلاته، لان عندك الصلاه ده شيء اساسي السنه دي. يا اخي انت السنه دي ربنا سبحانه وتعالى يكرمك باذن الله بالصلاه، الصلاه دي هتيسر لك كل حاجه في حياتك باذن الرحمن. يعني بسبب الصلاه دي انت باذن الرحمن باذن الرحمن كل حاجه هتلاقيها ميسره معاك. لو لقيت باذن الرحمن يا شباب، لو لقيت باذن الرحمن نفسك زهقان في يوم من الايام، صلي 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 مره واثنين وثلاثه، ربنا سبحانه وتعالى هيرزقك الخير باذن الرحمن بسبب الصلاه. الصلاه باذن الرحمن باذن الرحمن ربنا سبحانه وتعالى يكرمك. المواد اللي صعبه عليكم، المواد اللي صعبه عليكم يا ريت مش اي حاجه تصعب عليا ففجاه اروح قايل الحاجه دي صعبه واسيبها. لا، انا مره واثنين وثلاثه ذاكرها، عشان يا جماعه ما حدش ياخد قرار. يعني مثلا في بنتي بتقول دلوقتي يا مستر انا اجل الفيزياء والكيمياء، طب هو انا لما اجلهم السنه الجايه ما برضه هيبقوا صعبين عليا. انا النهارده لازم باذن الرحمن اي حاجه صعبه عليا احاول مره واثنين وثلاثه واربعه لحد ما ربنا يكرمني يا عم عمر. ماشي يا عمر، يبقى انا بحاول بس ادي لنفسي فرصه. لكن انتوا مشكلتكم ان انتوا بتاخدوا القرار على طول. ما ينفعش اخد القرار على طول يا جماعه، انا الاول ادي نفسي فرصه واثنين وثلاثه. طب انا لقيت الدنيا صعبه معايا، لو لقيت الدنيا صعبه معايا خلاص، لو انا عاوز بالنسبه لي اقسم السنه اخد مواد السنه دي ومواد السنه الجايه ماشي. لكن انا النهارده بالنسبه لي باذن الرحمن لقيت الدنيا ميسره. في الاول انت بتلاقي الحاجه صعبه لحد ما بفضل الله بفضل الله بتلاقي الدنيا سهله معاك. لو لقيت الدنيا صعبه معاك قوي 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 عادي، انت ممكن تقسم السنه ومفيش حد يا جماعه باذن الرحمن هيلومك على كده، بس الدنيا صعبه معاك. لكن معلش مش بعد ما تخلي والدك يفضل يصرف فلوس وتفضل تدفع فلوس فلوس ملازم وفلوس كتب وعمال طول السنه تيجي تقول لي بعد كده انا عاوز اجل الماده. ما ينفعش تعمل كده. انت الاول باذن الرحمن تبذل مجهود على قد ما تقدر، وبعد كده باذن الرحمن تاخد القرار ده، وما تخليش حد ياخد القرار ده. اوعى، خلي بالك ساعات الشيطان بيخليك تعمل كده. يعني ايه الشيطان بيخليك تعمل كده؟ يفضل يقول لك دي صعبه ودي صعبه ودي صعبه ودي صعبه. ما تعملش الموضوع ده. خليك اوعى تقسم سنتك، لان دي سنه هتضيع من حياتك. لو كل يا جماعه اقول بس على حاجه، لو كل واحد لقى حاجه صعبه قصاده فقرر يتخلى عنها، اي حاجه هتيجي صعبه في حياتك مش هتعرف تواجهها. لازم تواجه الصعب والسهل، لازم تواجه الصعب والسهل. مش اول ما يجي حاجه صعبه تروح مكبر دماغك. هتيجي بعد كده في اي شغل تلاقي حاجه صعبه تسيبه، اي حاجه في الحياه حاجه صعبه تسيبه. تيجي اما تتجوز مثلا ربنا سبحانه وتعالى يسر للبنات والصبيان باذن الله، تيجي تلاقي الحياه فيها الزوجيه حاجه فيها حاجه صعبه تقول لا ده انا لازم بقى بدل الحياه صعبه يبقى انا الحياه دي مش هتنفعني، ده انا اشوف زوجه ثانيه. اوعى تخلي الشيطان يضحك عليك. جرب يا عمر، جربوا يا جماعه يا بنات يا اللي سالتوني، جربوا مره واثنين وثلاثه وربنا سبحانه وتعالى يسر لك. وباذن الله خلي دايما ربنا معاك باذن الله باذن الله، ما فيش حد بيخيب ابدا ربنا سبحانه وتعالى معايا. فربنا سبحانه وتعالى يكرمكم باذن الرحمن. كده احنا الناس بدات تنضم معانا. اولا قولوا لي كده باذن الله الصوت عامل ايه؟ الصوت عامل ايه؟ تمام ماشي يا عمر، ربنا يبارك لك. تمام ماشي يا شباب، ماشي يا ضحى. اذاكر بلاغه ازاي؟ عمر بيسال بيقول اذاكر بلاغه ازاي؟ البلاغه مش قصه مذاكره،
البلاغه احنا بنسمع الفيديو بتاع بحر البلاغه اللي انا نزلته كويس، بنسمعه كذا مره وبنطبق عليه. يعني احنا بنسمع الفيديو ونطبق عليه. البلاغه السنه دي ما فيهاش مذاكره يا جماعه، هو انا هذاكر التشبيه والاستعاره ازاي؟ تمام؟ يبقى يا فندم انا النهارده هذاكر الفيديو بتاع البلاغه ازاي؟ او انا هذاكر هحفظ بلاغه ازاي؟ وانا هذاكر تشبيه؟ هذاكر استعاره؟ لا مش هذاكر الكلام ده. انا بفهم، يعني انا النهارده هحل معاك اهو، فاحنا هنتدرب باذن الله. باذن الله تفهم اول مره تدريب، اول مره تدريب. هتقول لي انا ساعات بغلط يا ملك، ما هو الطبيعي يا جماعه نغلط. هو هسالك سؤال، هو مفيش حد في الدنيا ما بيغلطش؟ حاجه كمان يا جماعه، زمان نظام الثانويه العامه كان الناس لازم تجيب 100% وتجيب تجيب 99% وتجيب 98% عشان تخش هندسه. مع احترام السنه اللي فاتت اللي جاب 83% خش هندسه، واللي جاب 82 خش هندسه، هندسه خدت لحد 82، طب خد من 85%. فانت الطبيعي اللي انت تغلط، لكن ما ينفعش يبقى الاخطاء كارثيه. يعني ايه كارثيه؟ فرق بين اثنين، انا النهارده بغلط ده طبيعي، لكن مثلا مش الامتحان يبقى من 20 اجيب مثلا 5 من 20. لا كده فيه حاجه غلط، يعني 5 من 20 كده حاجه غلط. لكن لو انا النهارده الامتحان بالنسبه لي مثلا وليكن جبت فيه 15 من 20، عادي احاول تاني، حتى لو عديت النص احاول تاني باذن الرحمن لحد ما احسن من نفسي. ماشي حبايبي؟ يبقى انا بفضل الله احاول مره واثنين وثلاثه لحد باذن الرحمن ما احسن من نفسي باذن الله. هنبدا دلوقتي باذن الرحمن نمسك الامتحان ونحل كده. بعد ما اخلص النحو هقول يا جماعه اللي عاوز سؤال عيد قولوا تاني يقول لي. بص يا شباب، اول سؤال نمره واحد بيقول ايه؟ قال الشاعر فليس حدود الارض، هو كده بيتكلم على الارض يا جماعه. تفصل بيننا لنا في الشرق، كلمه شرق حدود، والغرب موقع. كلمه موقع مبدئيا كده على وزن مفعل، صح كده يا حبايبي؟ كلمه موقع على وزن مفعل، صح كده؟ الله يبارك لكم، ربنا يبارك لك يا ضحى، وربنا يبارك لكم كده، انتوا كده بتجاوبوا قبل ما انا بجاوب. بص يا جماعه، انا عندي كلمه الارض اهي، بس الشرق، وعندي يا مستر كلمه الشرق. كل الكلمات دي كلمات داله خلتني اقول ان موقع اسم مكان. طب يا مستر علاء، هنقول حاجه ونقول ليه؟ ليه يا جماعه الكلمه دي مش اسم زمان؟ مين يقول لي ليه الكلمه دي مش اسم زمان؟ عاوز اسمع منه بقى الاجابات، يلا حبايبي. عاوز اسمع منكم اجابات زي الحزق زي المره اللي فاتت، نتفاعل مع بعض. ليه الكلمه دي مش اسم زمان؟ ها؟ فكر كده. الله ينور عليكي، ربنا يبارك لك، ربنا يبارك ليك يا محمد، ربنا يبارك ليك يا محمد جدا جدا. عشان اصلا ما فيش في الجمله زمان يا جماعه، دي الارض دي مكان. طيب ليه مش اسم مفعول؟ يلا يلا تاني واحد، ليه مش اسم مفعول؟ مين يقول لي ليه مش اسم مفعول؟ هسمعكم وبعد كده هقول لكم ليه مش اسم مفعول. الله ينور عليك، ربنا يبارك عليك يا عمر، ربنا يبارك لك يا عمر فعلا بجد، جدع جدع. عشان اولا اسم مفعول بيبقى على وزن مفعول، والكلمه دي اصلا على وزن مفعل. طيب ليه مش اسم فاعل؟ يلا مين يقول لي ليه مش اسم فاعل؟ شاطر يا محمد، طبعا اسم مفعول مش مبني على المجهول. اه شاطر 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 يا ضحى، ربنا يبارك لك يا ضحى يا عبده. عشان كلمه مش على وزن فاعل، يبقى ربنا يبارك ليكم. الاولى دي اسم مكان، يبقى ده اول واحده اسم مكان، تسلموا. السؤال الثاني، بص، سيناء مستخرج البترول، يعني البترول بيستخرج من سيناء. سؤال، هي سيناء دي هقول وانتوا كملوا لي، سيناء دي مكان ولا زمان؟ ها جاوبوا لي. الله يبارك لكم وربنا يبارك لكم يا اللي بتجاوبوا. سيناء دي مكان، عشان كلمه سينا. تسلموا تسلموا تسلموا، تمام. يبقى الاولى اسم مكان، يبقى هستبعد رقم الف، هستبعد رقم ب، بقى معايا لا اما جيم لا اما دال. حلو. طب الثانيه، شهاده الميلاد مستخرج رسمي، شهادة الميلاد مستخرج رسمي، دي اسم ايه؟ هل دي اسم فاعل ولا اسم مفعول؟ الله ينور عليك، ربنا يبارك لك يا ملك. دي اسم مفعول، عارف ليه؟ لأن قال شهادة الميلاد مستخرج رسمي وما قالش مين اللي خرجها. يعني هو الله يبارك ليه؟ لأن هو ما قالش مين اللي خرج شهادة الميلاد. يبقى شهادة الميلاد مستخرج رسمي، الكلمة الثانية اسم مفعول، يبقى الإجابة عندي رقم د. ربنا يبارك لكم، ربنا يبارك لك يا ضحى اللي بتقولي مجهول، تسلمي. وكلمه مستخرج مين مضمومه؟ مفتوح ما قبل الاخر، مش اسم فاعل، خلي بالكم. اسالكم سؤال يا حبايبي، هو ايه الفرق بين اسم الفاعل واسم مفعول؟ قولوا لي. ها، اسم المفعول مين مضمومه؟ مفتوح ما قبل الاخر، مين يعرف اسم الفاعل ايه؟ اسم الفاعل ايه؟ ها
الله ينور عليك، وشاطر شاطر، ربنا يبارك لكم. مكسور. في ناس بيسالونا يا جماعه بيقولوا ده مش امتحان الحصه اللي فاتت، ده امتحان الحصه اللي قبلها. لان احنا يا جماعه ما بنجاوبش امتحان الحصه اللي فاتت الا الاسبوع اللي بعده. ليه بقى؟ لان في بكره مجموعه الاربع لسه هتمتحنوا مجموعه الخميس. احنا بنجاوب الاسبوع اللي قبله، احنا بنجاوب الاسبوع اللي قبله. ربنا يبارك فيك يا ضحى عبده، انت كل مره متفاعله معانا يا ضحى. ادعي لك دعوه يا ضحى ان ربنا يرزقك الخير يا بنتي، وربنا سبحانه وتعالى يكرمك وفعلا تحققي امنيتك السنه دي. ربنا يبارك فيك. اللي بعدين، نسمع نشرة الاخبار من المذياع. اسالكم سؤال، هو يا جماعه المذياع ده، يا جماعه هو ايه المذياع ده؟ انا شاطر يا عمر، ربنا يبارك فيك يا عمر. ربنا يا عمر يا رب يا رب يا رب يكرمك انت ووالدك ووالدتك، وباذن الله ربنا سبحانه وتعالى يا ملك تخش الجامعه اللي نفسك فيها يا ملك، باذن الله باذن الله. واحلى حاجه في الدنيا ان ربنا يكرم كل الناس اللي بتحضر معانا البث المباشر ده بالجنه باذن الله، ونتقابل باذن الرحمن في الجنه في الفردوس باذن الرحمن. بص يا شباب، اول واحده هي ايه كلمه المذياع؟ المذياع دي اسم اله، صح كده؟ لان المذياع معناها الراديو، صح؟ طيب يبقى اول واحده اسم اله. تعال بقى نستبعد، هنستبعد رقم الف، وهنستبعد رقم جيم، وهنستبعد رقم دال، هيبقى الاجابه رقم ايه يا جماعه؟ ب. سؤال، هي كلمه مذيع، مين يعرف مذيع دي مين مضمومه ايه؟ ها، مذيع دي مين مضمومه ايه؟ فكروني كده. شاطرين شاطره، ربنا يبارك لك، ربنا يبارك لكم يا جماعه، ربنا يبارك لكل طالب بيجاوب. مين مضمومه مكسور ما قبل الاخر؟ ربنا يبارك فيكم. يبقى كلمه مذيع دي اسم فاعل، اسم فاعل، اسم فاعل، تمام، ربنا يبارك فيكم. نمره اربعه، قال تعالى ان الله لا يظلم مثقال ذره. حلو، مثقال ده معناها وزن، مش كلمه مثقال ده يا جماعه معناها ان انا بوزن حاجه. طب هو الوزن ده يا جماعه لما بوزن على المثقال ده يبقى ايه يا جماعه؟ مثقال على وزن مفعال، ربنا يبارك فيكم. كلمه مثقال على وزن مفعال، هل دي اسم زمان ولا مكان ولا اسم اله؟ ربنا يبارك للي قال اسم اله، شاطرين، ربنا يبارك فيك يا عمر، ربنا يبارك فيك يا ضحى. فعلا محمد، ربنا يبارك فيك. ليه بقى؟ لان كلمه مثقال ادتني معناها حاجه بتوزن يا جماعه. ما تنفعش اسم فاعل، اسم الفاعل على وزن فاعل. ما تنفعش اسم مفعول، اسم مفعول على وزن مفعول. ما تنفعش اسم زمان، لان الجمله اصلا ما فيهاش زمان يا جماعه. بيقول لك ان ربنا لا يظلم مثقال ذره، يعني ربنا حتى المثقال الحاجه البسيطه اللي هتتوزن ما تنفعش. محمد انت موجود، ثواني يا محمد ادعي لك دعوه. ربنا سبحانه وتعالى محمد يكرمك بالكليه اللي انت تحبها حبيبي، وربنا سبحانه وتعالى يكرم والدك ووالدتك بالحج يا رب. يا رب يا رب، ربنا يكرمك، يكرم والدك والدتك بالحج يا محمد، تمام. ويوسف، ربنا يبارك لك يا يوسف، ربنا يبارك فيك يا يوسف، وربنا سبحانه وتعالى يكرمك الخير. ورانا، ربنا يبارك فيك يا رانا. كل حد ربنا سبحانه وتعالى يا رب، اللهم اكرم كل من يحضر هذا الاجتماع، واجعل باذن الرحمن العلم ده في ميزان حسناتنا باذن الله. ماشي حبايبي؟ يبقى انا النهارده دي هتبقى اسم آلة، اسم آلة، تمام. طب اللي بعديه بيقول لك كلمة تنزه، عاوز منها اسم مكان. أولا إحنا هنقول أسوان، 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 أسوان. كلمة تنزه، هسألكوا سؤال الأول، هو كلمة تنزه فعل ثلاثي ولا أكتر من ثلاثة؟ يلا كلنا هنقول الأول، أنا هسأل سؤال، شاطرين، يبقى تنزه ده أكتر من ثلاثة، شاطرين، ربنا يبارك فيكم. طب اللي أكتر من ثلاثة بيبقى إيه؟ مين فاكر في اسم الزمان والمكان بيبقى مين مضمومة؟ مين يكمل لي بقى الإجابة؟ مين مضمومة إيه؟ شاطرين، ربنا يبارك فيكم. مين مضمومه؟ مفتوح ما قبل الاخر، ربنا يبارك في اللي كل اللي جاوب. طيب هنبص بقى، هنشيل بقى رقم الف وهنشيل رقم جيم، انا عاوزها مين مضمومه؟ يبقى اسوان متنزه ولا متنزه؟ رقم ب ولا د؟ فكروا كده. ها، ب ولا د؟ شاطرين، ربنا يبارك فيكم. ليه؟ لو انتوا بصيتوا على كلمه متنزه هتلاقوها شدة وفوقيها فتحة، لكن كلمة متنزه اللي فوق شدة وتحتيها قصرة. بصوا هرسمها لكم جنبها، اهي دي اللي فوق ودي اللي تحت، وانتوا قلتوا ايه؟ مين مضمومة؟ مفتوح ما قبل الاخر. يبقى انا يا فندم هختار المفتوح ما قبل الاخر، يبقى الاجابة عندي رقم ال، ربنا يبارك فيه. السؤال اللي بعده، فأس اسم آلة وإبرة اسم آلة. هي كلمة فأس، كلمة فأس يا حبايب قلبي، أولاً
هي بتتوزن ولا ملهاش وزن؟ اي اسم اله 3 حروف، فاكرين الكلمه دي انا قلتها ولا لا؟ بيبقى جامد. شاطرين. يبقى كلمه فاس اسم اله جامد. ليه؟ اللي ما حضرش معانا اسم الاله الجامد، اي اسم اله 3 حروف يبقى جامد. طب اسالكم سؤال، ابره 4 بس برضه ما لهاش وزن، يبقى برضه مشتق ولا جامد؟ انا عاوز ابره بس، قولوا لي ابره بس. شاطر يا عمر، ربنا يبارك فيكم، جامد، الله يبارك فيكم. طب اسال بقى سؤال جماعي كلنا نجاوبه مع بعض، هي كلمه مسطره على وزن ايه؟ مسطره. شاطرين 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 شاطرين. مسطره دي على وزن مفعله. طيب كلمه مفعله ليها وزن انتوا كده وزنتوها ولا لا؟ قولوا لي وزنتوها ولا لا بس، قولوا لي اه ولا لا. شاطرين. يبقى لها وزن، يبقى الاخيره ايه لو انتوا عيال حلوه؟ مشتق. ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك فيكم. يبقى جامد جامد مشتق. الاجابه رقم جيم. شاطرين. مين يدعي لي دعوه حلوه بقى زي ما انا دعيت لكم؟ اشوف مين يدعي لي دعوه حلوه. ربنا يبارك للي قالت رب. ربنا يبارك لكم يا جماعه، ربنا يبارك لكم، ربنا يبارك فيكم يا رب، ربنا يبارك فيكم. تعالى يلا ناخد نمره 7. السؤال السابع بيقول انا عاوز اسم الاله من كلمه برايا. عارفه يا جدعان البرايه؟ البرايه، الله ينور عليكم. احنا هنجيب اسم الاله من كلمه برايا، اللي هي البرايه اللي احنا بنستخدمها يا جماعه دايما عشان نبري القلم. اول واحده القلم مبري. كلمه القلم مبري، هو ما جابش كلمه برايه اصلا، ده مبري يعني حد برى القلم. المحامي مبرئ، لا ده مبرئ معناها ان المحامي برأ حد، ملهاش علاقه بالاله. لكن اقروا لي نمره ب، نمره ب بتقول المبراه. الله عليكم. يعني ايه مبراه؟ اللي هي البرايه. يبقى الاجابه رقم ب. طب انا سمعت حد قال رقم، هقول لك رقم جيم غلط. ليه؟ لان رقم جيم بتقول المحامي مبرئ، يعني المحامي بيبرأ حد، المحامي بيبرأ حد. هو انا مش عاوز اقول المحامي بيبرأ حد يا جماعه، انا بقول البرايه. البرايه اسمها باللغه العربيه، ربنا يبارك فيكم، البرايه باللغه العربيه يا جماعه اسمها المبراه. المبراه، لان اصلا جيم مش اله. طب الله بارئ السماوات والارض، والله ايه؟ اله حاشا لله طبعا. الله بارئ السماوات والارض يعني ربنا خالق السماوات والارض. يبقى الاجابه عندنا رقم ب، الاجابه رقم ب. تسلم يا عمر، ربنا يبارك فيك يا عمر، ربنا يكرمك بمحبتك ليا يا عمر، ربنا يبارك فيك يا حبيبي. ومحمد ربنا يبارك لكم يا حبايبي. السؤال اللي بعديه رقم 8 بيقول انا عاوز اسم اله على وزن فعاله. فعاله، تعال نقرا. من الرياضيات ركوب الدراجه. يلا بقى نقول دراجه، هقول وانت تقول دراجه على وزن. ها شاطرين. فعاله، يبقى دراجه على وزن فعاله. يبقى انا هطلع كلمه الدراجه على طول من اول واحده. طب ليه مش مشواه؟ مشواه على وزن مفعال، هي ومكواه. وكلمه الحفار على وزن فعال. انا السؤال مكتوب فوق اهو، السؤال بيقول انا عاوز على وزن فعاله. يبقى السؤال اصلا واضح اهو، انا عاوز على وزن فعاله، يبقى كلمه دراجه. تمام. السؤال اللي بعده عاوز مستقر اسم زمان. اسالكم سؤال، هو عشان يبقى مستقر اسم زمان مش لازم يا جماعه يبقى في قبلها زمان او بعدها زمان؟ شاطرين انتوا قايلين الاجابه اهو. اول واحده الاتفاقيه مستقر عليها الجميع، غلط لان مفيش زمان. الصحراء، اول ما تقرا الصحراء تقول لي غلط. لكن مين يقول لي نمره جيم غلط ليه؟ صح ليه؟ مين اللي يعرف نمره جيم هي صح ليه؟ شاطرين، ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك فيك عشان كلمة الفجر. تمام، ربنا يبارك فيكم علشان كلمة الفجر. تمام 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 تمام، ربنا يبارك فيكم يا حبايبي. يبقى عشان كلمة الفجر، يبقى الإجابة رقم ج. سؤال 10 يقول لك ميز الكلمة التي ورد فيها اسم الزمان من فعل رباعي. أنتوا عارفين يعني إيه فعل رباعي؟ يعني الماضي بتاعه 4 حروف. الماضي بتاعه كم حرف؟ 4 حروف. هنجيب كل كلمة ونجيب الماضي بتاعها كم حرف. أول واحدة نظرت إلى مفتتح الطريق. أولا أصلا مفتتح الطريق دي مش اسم زمان. مين يعرف ليه مفتتح الطريق مش اسم زمان؟ مين يعرف الطريق دي اسم إيه؟ ها قول لي وبعدين نكمل. الله ينور عليك يا عمر.
الطريق دي اسم مكان، فانا هشيل الطريق. طيب، مصلى الفجر قبل طلوع الشمس. هو النهارده انا بصلي الفجر امتى؟ قبل طلوع الشمس. مين يعرف ماضي مصلى؟ ماضي مصلى. ها، طيب، صلى اللي انتوا كاتبينها دي 3 حروف، مين يا الله يبارك لك، ربنا يبارك ليك، ربنا يبارك لك يا ملك. بنشدد اللام، بص، صلى، صلى، اللام مشدده، صاد لام لام ي. الله ينور عليكم. يبقى مع تشديد اللام يبقى الاجابه عندي، بص اكتبها لكم، صلى. يبقى دي الاجابه يا فندم، يبقى المصلى قبل طلوع الشمس. يبقى الكلمه دي نمره بيها يا شباب. اللي بعديه رقم 11، فصبرا في مجال الموت صبرا فما نيل الخلود بمستطاع. يعني ايه صبرا في مجال الموت؟ انا لازم افهم البيت، يعني اصبر، اصبر في طريق الموت. مجال الموت، عارف لما يقول لك ايه؟ ان النهارده انا ماشي في مجال واسع. يعني ايه ماشي في مجال واسع؟ يعني طريق واسع جاي. حتى مش في حاجه بيقول لكم يا جماعه اسمها البائع المتجول؟ البائع المتجول ده اللي بيمشي في الشارع. يبقى كلمة مجال، كلمة مجال معناها طريق واسع. حلو، يبقى أولا مجال دي اسم مكان. معايا رقم ألف ورقم جيم، هستبعد ب وهستبعد د. مين بقى يعرف ماضي مجال؟ شيل الميم بس، تبقى ماضي مجال إيه؟ شاطرين، ربنا يبارك فيكم. ماضي كلمة مجال هي كلمة جالة. ليه؟ أقول لكم ليه؟ لأن إحنا قلنا بنشيل الميم بس. يعني هسألكم سؤال وانتوا تردوا عليه، مين يقول لي كلمة مثلا ولد عاوز منها اسم زمان أو مكان، مين يقولها وليد؟ شاطرين، ربنا يبارك فيكم. مولد. مين يقول كلمة لجأ؟ حط لها مين، تبقى إيه؟ شاطرين، ربنا يبارك في الناس المتفاعلة على طول، ملجأ. ربنا يبارك فيكم. أدي يا عمي اسم الزمان والمكان. طب تعالى يلا نمرة 12، بيقول إيه؟ يبيت يجافي عن فراش. عارفين يعني ايه الفراش؟ ايه الفراش ده؟ ايه معنى كلمه فراش؟ لا، الفراش، ايوه، السرير. شاطره، الله يبارك فيكي، ربنا يبارك فيك يا ضحى، ربنا يبارك فيك يا عمر. الفراش يعني السرير. سؤال بقى، هو الفراش ده مكان ولا زمان؟ يعني السرير ده مكان ولا زمان؟ مكان، الله يبارك لكم. يبقى اول حاجه بيقول يبيت يجافي جنبي اذا استثقلت بالمشركين المضاجع. يبقى المضاجع دي المكان اللي بينام فيه. يبقى اول حاجه دي مكان، يبقى اولا هستبعد زمان، هستبعد زمان. طيب، مفرد مضاجع ايه؟ انا عاوز مفرد مضاجع الاول. هقول لك ليه مش الضجعه دلوقتي يا عسل. مفرد مضاجع ايه؟ انا عاوز مفرد. شاطره يا بنتي يا اللي كتبتي. مفرد مضاجع، ربنا يبارك فيكي، مضجع، ربنا يبارك فيك. طيب، اللي قالت لي يا مستر مش الضجعه، انا عاوز ماضي مضجع. انا قلت لما بجيب الكلمه بيبقى فيها مين، بشيل من الكلمه، قولي لي بشيل حرف ايه؟ بشيل حرف الميم. شاطر يا محمد، الله يبارك لك يا ضحى، ربنا يبارك لكم يا حبايبي. بشيل حرف الميم اهو، يبقى ماضي مضاجع ضجعه اهي. عرفت كده الناس اللي سالوني ليه مش الضجعه؟ لان انا بجيب المفرد الاول، بعد ما بجيب المفرد بقول يا فندم ماضي مضاجع ضجعه. يبقى ادي الماضي يا حبايبي، يبقى الاجابه رقم جيم. طيب، السؤال اللي بعديه بيقول اركض برجليك فهذا مغتسل بارد. يعني نزل رجليك، المكان ده مكان مغتسل. اسالك سؤال، هو ده كده زمان ولا مكان؟ الله ينور عليك، ومكان، المكان اللي انا بغتسل فيه، المكان اللي انا بغتسل فيه، يبقى ده كده اسمه مكان. حلو. طيب، كلمه مغتسل هات ماضيها، حد يكتب لي ماضيها، حد يقول الله يبارك لك يا هادي يا عوض، شرفتنا، ربنا يبارك فيك يا هادي اللي دخلت دلوقتي كلمه قنبله. اول واحد هادي، ربنا يبارك فيك، وسلمى وعمر، الله يبارك فيكم. ماضي مغتسل، الله يبارك فيكم يا اللي قلته، اغتسل. عدوا بقى كلمة اغتسل كم حرف؟ يلا، ها، الله يبارك فيك، خماسي.
يبقى الإجابة اسم مكان خماسي، اسم مكان خماسي، هي دي الإجابة. ربنا يبارك فيكم حبايبي. السؤال اللي بعده بيقول: ولم أرى مثل جمع الماء داء، ولا مثل البخيل به مصاب. أسألك سؤال، هو مين اللي مصاب؟ قول لي وأنا جاوب. الله يبارك لك عليك، البخيل. يبقى البخيل كلمة موجودة ولا مش موجودة؟ مين اللي كاتب البهيل؟ كتبتها غلط، قفشتك اللي كتبت البهيل. مين اللي كتبت البهيل؟ الاسم راح من قدامي. ماشي، حد كتب لي البهيل، البخيل. ماشي، كلمة البخيل موجودة ولا لأ؟ أنا يا أستاذ، يعني أنت عمر اللي غلطت. ماشي يا عمر. طيب، كلمة البخيل يا حبايبي موجودة ولا لأ؟ موجودة. يبقى يا فندم بدل الكلمة موجودة يبقى اسم ايه؟ مين يقول لي اسم ايه يا حبايبي؟ ها؟ اسم فاعل، الله ينور عليك. طب ممكن اسألكم سؤال؟ ليه الكلمة مش اسم مفعول؟ يلا، ليه الكلمة مش اسم مفعول؟ الله يبارك لك، الله يبارك لك يا سلمى، انت وملك ومحمد وريم. ملك شاطرة، ربنا يبارك لك. مين دي؟ قولي لي الاسم الانجليزي ده. رانيا. معانا مدرس انجليزي اسمه مستر محمد حافظ، بيمليه الاسماء اللي بالانجليزي. ادعو لمستر محمد حافظ ربنا يبارك له، عشان انا ضعيف في الانجليزي. انا كنت الماده الوحيده اللي بسقط فيها الانجليزي، ما اعرفش ليه. الماده الوحيده اللي طول عمري بحلها حادي بادي كروم بزبادي، هي إيه دي الماده الوحيده طول عمري بحلها بالطريقه اللي انا بقول عليها دي. يعني مثلا عمري في امتحان انجليزي، ودي حاجه لازم تعرفوها والله اقولها لكم، انا الماده الوحيده اللي امي كانت تيجي تسالني عملت ايه في الانجليزي، اضحك. عملت ايه في الانجليزي؟ اضحك. طب بضحك ليه؟ لان انا اصلا مش عارف الامتحان دي عباره عن ايه. مش لوحدي يعني، كلكم كده يعني؟ ده مش موضوع، ده مش موضوع، كلكم كده. انا والله العظيم كنت بختار الاختيارات بالحظ، يعني اخش مثلا ماده الانجليزي اقول دي الف فاكيد دي ب، واما اجي بقى في القطعه كنت بعمل حركه جامده جدا في الانجليزي. كنت اعمل ايه؟ اكيد انتوا بتعملوا زيي. بص، اشوف الكلمه اللي جايه لي في السؤال، واشوفها انهي حته، واشوفها انهي حته في القطعه، واطلع السطرين كلهم، كل السطرين اطلعهم، اقول اكيد بدل الكلمه دي موجوده في الحته دي، يبقى انا هطلع كل الحته دي. فالانجليزي كان بالنسبه لي ماده مبهره، عشان كده الواد ابني لما بيجي يكلمني انجليزي ما بعرفش حاجه. في تانية ابتدائي عارف انجليزي اكتر مني، بفضل اضحك، فعشان كده مش عارف اي حاجه في الانجليزي. فاسماء كل بانجليزي في ناس هتقراها لي دلوقتي. صلى على النبي، صلى على الحبيب. ها، عاوز اسمع صلى على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام. طيب اللي بعديه، سؤال 15. سؤال 15 بيقول: رايت الحر يجتنب المغازي، رأيت الحر يجتنب المغازي. عاوزين نحط لها ميم مضمومة، نخليها اسم فاعل مكسور ما قبل الآخر. يبقى أقول رأيت الحب إيه؟ مجانب ولا مجتنب؟ الله ينور عليكم، مجتنب. يبقى هشيل نمرة ألف. طب ليه ما ينفعش أقول متجنب؟ لأن أنت النهاردة لازم تقول مجتنب. متجنب يعني بيبعد، لكن مجتنبا المغازي. طب هسألكوا سؤال، مجتنبا المغازي، مين اللي بيجتنب؟ هو بيجتنب المغازي. مين يعرف كلمة المغازي يبقى شاطر؟ مين يعرف المغازي؟ يجتنب هو المغازي، الله يبارك لكم، مفعول به. يبقى الإجابة رقم د. طب ليه ما ينفعش يا مستر المغازي مضاف إليه؟ يا جماعة عشان كلمة مجتنبا منونة، وهقول لكم قاعدة ثابتة، مفيش مضاف إليه بعد تنوين. مفيش مضاف إليه بعد تنوين. كمان مرة أهو، مفيش مضاف اليه بعد تنوين. يبقى الاجابه مجتنبا المغازي اللي هي رقم ب. ليه رقم د؟ لا، رقم د بتقول متجنبا، هي مجتنبا، مجتنبا المغازي. تعال نكتب قاعده اكتبوها عندكم، مفيش مضاف اليه بعد تنوين. اي كلمه تلاقوها منونه ما ينفعش بعدها مضاف اليه. اي كلمه منونه ما ينفعش بعدها مضاف اليه. يبقى الاجابه عندي رقم ب. السؤال اللي بعده، تعالى نخش على البلاغه. قبل ما نخش على البلاغه، عاوزين نقول اي حد عاوز سؤال في النحو يقول لي وانا اعيده له تاني عينيا ليه، بس كل ما اعيده له يدعي لي دعوه. كل سؤال بعيده بدعوه.
هقول لك الفرق بين التشبيه التمثيل والضمن دلوقتي يا ملك. ماشي، ربنا يبارك فيك يا ريم، ربنا يبارك لك يا بنتي، يا ضحى ربنا يوسع رزق والدك ووالدتك كمان يا ضحى. سؤال 14، مين اللي كاتب سؤال 14؟ حنين، ادعي لي يا حنين دعوه وانا جاوب لك 14 انت وساره. وسؤال 11 كده، انا عرفت 14 و11. ماشي، اول حاجه هناخد سؤال ملك، ايه الفرق يا ملك بين التشبيه التمثيلي والضمني؟ بص يا ملك، التشبيه التمثيلي والضمني، التمثيلي بيشبه شطر اول بشطر تاني بس في اداه، يعني بيشبه شكل بشكل، حاله بحاله. يعني زي ايه؟ انا بقول مثلا ان العلم يزيل الجهل عن قلب صاحبه، ماشي، زي ما القمر بيزيل ظلام الليل. مثل لو لقيتني بيشبه شطر اول بشطر تاني، شطر اول بشطر تاني، ده اسمه تشبيه تمثيلي بس بيبقى فيه اداه. الضمن شبه التمثيلي بالظبط بس ما فيهوش اداه، يبقى التمثيلي فيه اداه والضمني ما فيهوش اداه. تمام، يبقى التمثيلي فيه اداه والضمني ما فيهوش اداه. حلو كده الكلام. طيب نشوف باسم، باسم عاوز 12 و14. ماشي، انا كده هجيب 11 12 14. بس يا باسم ادعي لنا دعوه. باسم كاتب لي ربنا يبارك في حضرتك. ماشي يا باسم، ربنا يبارك فيك يا باسم ويبارك في والدك ووالدتك حبيبي. هاتي كده سؤال 12 و14 يا استاذه، من اول 11 الاول. 11، صبرا في مجال الموت، كلمه مجال معناها طريق، طريق اسم مكان، كلمه طريق اسم مكان، بدل مكان يبقى يا فندم خلاص، يبقى انا هاخد الاجابه يا باسم يا اما رقم الف لا جيم يا باسم. طيب مجال يا باسم هشيل منها الميم، هتبقى الماضي بتاعها جاله، جاله. حلو كده الكلام. طيب اللي بعديه سؤال 12، كلمه المضاجع يا باسم. قبل ما احل المضاجع يا باسم اجيب مفرد المضاجع، مضجع يا باسم. كلمه مضجع دي اربع حروف، هشيل منها الميم يا باسم، هشيل من الميم هتبقى الكلمه الماضي بتاعها ضجعه. يبقى لو جالي مثلا كلمه ملاجئ اجيب مفرد ملاجئ، مفرد ملاجئ ملجا، صح، واروح قايل يا جماعه ملجا ماضيها لجأ. اهو ده سؤال 12، يبقى انا جاوبت 11 وجاوبت 12. سؤال 14 بيقول ان البخيل مصاب بجمع المال، يبقى مين اللي مصاب بجمع المال؟ البخيل. لو الكلمه موجوده ومعلومه تبقى دي اسم فاعل مش اسم مفعول، لان قال لي مين اللي مصاب، مين اللي مصاب، لكن لو ما كانش قال لي مين اللي مصاب كانت الجمله دي تبقى مبنيه للمجهول. يبقى الاجابه عندي رقم جيم. تمام كده يا حبيبي. طب ليه مش مصاب؟ مين مضمومه؟ لا، ما هي كلمه مصاب زي كلمه اللهم صل على المختار، لان ما فيش كلمه اسمها مصيب. تمام، كلمه مصاب زي كلمه مختار، زي اللهم صل على الحبيب، زي كلمه محتل. فاكره ساعه ما قلنا اسرائيل محتله القدس والقدس محتله، ينفع يجي منها اسم فاعل وينفع يجي منها اسم مفعول. يبقى ينفع يجي اسم فاعل واسم مفعول. طب انا اعرف الفرق ازاي؟ لو جاب لي الشخص اللي مصاب تبقى دي اسم فاعل، لو ما قاليش هو مين تبقى دي اسم مفعول. خلاص كده. طيب السؤال اللي بعده، تمام، نخش بقى على البلاغه، هعرفها من سياق الجمله، صح كده؟ البلاغه، بص بقى الناس اللي بيسالوا على الفرق بين التشبيه التمثيلي والضمني، بص بيقول ايه؟ فاحمل بنفسك، يعني ادفع نفسك، تبلغ ما اردت، تبلغ اللي انت عاوزه، فالليث لا يرهب الاخطار ان وسد، يعني ابلغ بنفسك هتوصل للي انت عاوزه، فالاسد ما بيخافش من الاخطار. هسالكوا سؤال الاول، هي كلمه الاسد ما بيخافش من الاخطار مش كده يا فندم؟ ده بالنسبه له كانه عامل ليا تشبيه. طيب هسالكوا سؤال، قولوا اه ولا لا قبل ما تقولوا. اولا هو بيقول لك عليك يا هادي ان انت تبقى شجاع، لان الاسد ما بيخافش من حاجه. اول شيء، في اداه ولا ما فيش اداه؟ قولوا لي بس في ولا لا. الله عليك، ما فيش اداه، صح؟ طيب بدل ما فيش اداه ينفع يكون تمثيلي ولا ضمني؟ ردوا انتوا عليا بقى، الله يبارك لكم.
يبقى العسل اللي كانت بتسأل ده تشبيه ايه ضمني؟ ليه ضمني؟ عشان ما فيهوش أداة. طب ايه معنى البيت؟ عليك اللي انت تدفع نفسك وتبقى قوي، لان ما يخافش من الخطر. يبقى هو عاوز يوصل لك حكمة، الحكمة هي الشجاعة، بس هو عاوز يوصل لك الحكمة دي. يبقى الإجابة الأولى تشبيه ضمني. السؤال الثاني بيقول وجد بما ملكت كف، يعني لو في فلوس، في فلوس في ايديك، في فلوس في ايديك تبرع بيها. الجود يعني الانسان اللي بيجود، يحمل عرض والنسب. تعال نفكر التشبيه كده. اول حاجه الجود ادي مشبه، والكاف اداه تشبيه، والبأس مشبه به، ويحمل عرض وجه الشبه. هسألكم بقى سؤال، هي كده يا جماعه كام ركن من اركان التشبيه؟ قولوا لي بس كام ركن. اربعه. شاطر يا هادي. واحنا قلنا لو اربعه يبقى التشبيه ده نوعه مفصل. هقول لك ليه الباقي غلط، ليه مش تشبيه ضمني. مين يعرف ليه مش تشبيه ضمني؟ نبدا حاجه حاجه. عشان في اداه. شاطره يا ساره، نورتينا يا ساره، وشاطره يا ملك. وفريده، شاطره يا فريده، ربنا يبارك لك يا فريده. طيب ليه مش تشبيه تمثيلي؟ ها؟ ليه مش تشبيه تمثيلي؟ الله ينور عليكم، عشان ما فيهوش حاله بحاله، وكمان عشان هو اصلا يا جماعه مش بيشبه جمله بجمله. طيب ليه مش مجمل؟ ادي نمره ثلاثه، ليه مش مجمل؟ يلا نعرف ليه مش مجمل. اسمع منكم. الله يبارك لكم، ربنا يبارك، ربنا يبارك يا سارة، ربنا يبارك لكم، وربنا يبارك فيك يا فريدة وسلمى، ربنا يبارك، ربنا يبارك بجد 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 يا باسم. لأن التشبيه المجمل ثلاث أركان، لكن ده أربعة، والأركان هنا اكتملت، يبقى ده اسمه تشبيه مفصل. الناس اللي كانوا بيسألوني البلاغة بتذاكر إزاي؟ البلاغة حل يا جماعة، لو فضلنا نحل كده والله العظيم دي أجمل من المذاكرة. ده المذاكرة ممكن تتنسي، لكن الحل ما بيتنسيش. حل. طب يلا السؤال اللي بعده بيقول ايه؟ شعوبك في شرق البلاد وغربها كأصحابك. هنا البيت ده بيقول ان شعبك، الشعوب العربية، عايشين في شرق وغرب البلاد زي أصحاب كهف عايشين في سبات، يعني في نوم. هو كده بيشبه كلمة بكلمة ولا جملة بجملة؟ عاوز اسمع منكم بس الحتة دي. الله ينور، جملة بجملة. تسلمي يا سلمى، انت وفريدة وباسم ورانيا، ربنا يبارك، وسارة. سؤال بقى يا جماعة، هو بيشبه جملة بجملة، اسألكم سؤال وردوا، في أداة ولا مفيش أداة؟ الله يبارك لكم، في أداة. بدل في أداة يبقى تشبيه اسمه تمثيلي. ربنا يبارك فيكم، ربنا يبارك فيك. تمام؟ وبرضه اسلام اللي دخل لسه معانا، هو ربنا يبارك فيك، وحنين كده، انتوا زي العسل، زي العسل، ربنا يبارك لكم. اللي بعدها بيقول لا تنهروا روحي لفرط ولعها دمع الذي تأبون بعض دموعها. وجاي بيقول لك بعض دموعها. هسألكوا سؤال، هي الروح بتعيط؟ تعال نعمل الطريقه اللي قلناها، شبه الروح بإنسان بيعيط. عندي سؤال وانتوا قولوا لي، كلمة الروح مكتوبة ولا لا؟ بصوا عليها فوق قولوا لي مكتوبة ولا لا؟ الروح مكتوبة، اهي مكتوبة فوق اهو، لا تنهروا روحي. طيب كلمة لا الروح مكتوبة يا باسم، بص يا باسم فوق كده، لا تنهروا روحي، ما روحي مكتوبة هي يا باسم. الله ينور عليك، صح يا باسم كده. طب كلمة إنسان مكتوبة؟ رد عليا. الله ينور عليكم. طب لو جاب الاولى وشال الثانيه تبقى دي اسمها ايه؟ الله يبارك لكم، تسلموا حبايبي، ربنا يبارك فيكم، ربنا يبارك فيكم. استعاره. شاطر يا هادي، ربنا يبارك فيك يا هادي. يبقى استعاره مكنيه. يلا رقم 20، صمت السهم. مين يقول لي اكتب شبه ايه بايه؟ قول لي اكتب ايه بايه ولا اكتب. يلا صمت السهم. الله يبارك لكم، شبه السهل، اكتبها ايه؟ السهل ده اللي هو زي الميه، شبه السهل بانسان. ماشي؟
شبه السهل بإنسان، كلمة السهل مكتوبة ولا لأ؟ آه مكتوبة. طيب باسم قايل حاجة هصلحها لك يا باسم. باسم كاتب شبه السهل بصمت، مفيش حاجة اسمها كده يا باسم. هو مين اللي بيصمت يا باسم؟ جاوبني أنت يا باسم بالذات. آه. يلا يا باسم. ماشي اتلخبطت والله. ماشي يا عم أنا عاذرك، ربنا يبارك لك يا باسم. ماشي حبيبي. كلمة السهل يبقى شبه السهل بإنسان، حلو؟ طيب كلمة السهل مكتوبة، طب إنسان مش مكتوبة. أما يجيب الأولى رانيا دي يا رانيا، لا مش تشبيه. بص يا رانيا، هو جايب كلمة السهل يا رانيا ومش جايب كلمة إنسان. أما يجيب كلمة يا رانيا ويشيل التانية يا رانيا يبقى دي اسمها إيه؟ رانيا هي اللي جاوبني يا جماعة. أي رانيا؟ ايوه صح كده يا رانيا، كده انت ظبطتي، ربنا يبارك فيك. ربنا يا رانيا يسعدك ويسعد والدك ووالدتك يا بابا. تمام، يبقى دي اسمها استعاره مكنيه. اي رقم واحد. يلا اللي بعديها. قال الغدير لنفسه، الغدير اللي هو صوت الميه، مين يقول شبه الغدير بايه؟ قلت بيوم. شاطرين، شاطره يا ساره واسلام، برنس يا اسلام، ربنا يبارك فيك يا فريده وملك. الله ينور عليك. وراني يا رب. بص شبه الغدير بانسان. يلا نقول. هو كلمة الغدير مكتوبة ولا لا؟ قولوا اه ولا لا؟ اه شاطرين. طب كلمة انسان مكتوبة؟ لا. حلو. اما يجيب رقم واحد ويشيل رقم اتنين اسمها ايه؟ الله ينور عليك. يبقى استعارة مكنية. كده انتوا زي العسل اهو. هي البلاغة بتتذاكر كده يا جماعة، البلاغة بتتحل بالطريقة دي، مرة مع التانية مع التالتة بفضل الله هتظبط معاكم. يلا اللي بعديها. ميم كهف الشتاء، ميم كهف الشتاء، مين يقول لي شبه بإيه؟ فاكرين يا جماعة التشبيه اللي كان عكس بعض؟ الله يبارك لك. لا هو مش شبه الشتاء بإنسان، هو ما إيه علاقة، بص يا هادي، وايه علاقة الشتاء بالإنسان؟ ده بقول لك كهف الشتاء اللي هو اسمه تشبيه مألوف. مين يقول شبه بإيه؟ الله ينور عليك، وشبه الشتاء بالكهف. الله ينور، اللي إحنا خدناه في الحصة نوع مضاف، وارجعوا لحصة اليوتيوب هتلاقوا نوع مضاف. يبقى ده تشبيه بليغ. ليه؟ أقول لك، هكتب أهو بص، شبه الشتاء بالكهف. كلمة الشتاء مكتوبة صح؟ وكهف مكتوبة. بدل الكلمتين مكتوبين يبقى ده تشبيه بليغ، ربنا يبارك فيه. تعالوا يلا اللي بعديها. عالم القمه يدعوك، هو العالم بيدعو؟ يلا قولوا لي شبه ايه وانا اكتبه، اللي هتقولوا لي انا اكتبه. ها الله ينور عليكم يا بنات. اسلام، جدع اسلام. مين الاسم ده يا مستر؟ بعد اسلام مروه، مارينا، مريم، شاطره يا مريم، ربنا يبارك لك. وملك وعمرو وسلمى وساره، ربنا يبارك لكم حبايب. بص يا جماعه، هنقول شبه العالم بانسان. يلا اتفعلوا بقى معايا. كلمه عالم مكتوبه ولا لا؟ ها اه مكتوبه. وانسان مكتوبه ولا لا؟ انسان. لا شاطرين. طب اما يجيب كلمه مكتوبه والتانيه مش مكتوبه يبقى دي اسمها ايه لو انتوا بنات وصبيان حلوين؟ الله يبارك لكم، استعاره مكنيه. يلا اللي بعدين. بيقول يشرق الرجاء، هتقولوا لي شبه ايه بايه وانا اكتب. يشرق الرجاء، صور الرجاء، شاطره يا ناديه، مرحبا بيكي، اول مره تجاوب يا ناديه، عاوزينك تجاوب على طول، ربنا يبارك لك يا بنتي وربنا يبارك لوالدك ووالدتك يا بابا. بص يا جماعه، هنقول شبه الرجاء بالشمس، ما الشمس هي اللي بتشرق. طيب كلمه الرجاء مكتوبه ولا لا؟ مكتوبة. آه تمام. طب كلمة شمس مكتوبة؟ لا شاطرين. يبقى يا فندم لما يجيب واحد ويشيل اتنين يبقى دي اسمها إيه يا جماعة؟ ها ردوا. الله يبارك فيك، واستعارة مكنية اللي هي يا فندم رقم ألف. اللي بعديها، يصحو السنة، مين الشاطر اللي يعرف يعني إيه السنة؟ لو جاوبتني يعني إيه السنة يبقوا شاطرين. أول حد هيجاوب السنة ليه مكافأة المرة الجاية. لا مش المال، اللي هيجاوب هديله المره الجايه 100 جنيه.
لا مش القلب. الصباح. مين بقى اللي جاوب الصباح دي؟ فريدة. فريدة. انت مجموعك يا فريدة. صباح هي اللي جابت خلاص. الصباح اللي هي الضوء. مجموعك يا فريدة قولي لي بعد بكرة الخميس في المكتب هسجل اسمك واديكي جايزة بإذن الرحمن يا فريدة المرة الجاية، ربنا يبارك لك، بس مش هجيب لك صابونة زي المراجعة، هجيب لك 100 جنيه تاخدي ال 100 جنيه تشبريها على نفسك. حلو كده الكلام؟ فريدة كده أول واحدة جاوبت كلمة الصباح، ماشي؟ تمام. فريدة هنادي عليكي أول ما أخش بإذن الرحمن، هنكتب اسمك أهو. رانيا أنت التانية؟ ماشي يا رانيا، أنا هجيب لك صابونة، موافقة هجيبها لك، قولي. فريدة فارس. ها هجيب لك صابونة يا رانيا، قولي لو عاوزة. ها قلتي ايه؟ زعلت. ليه ده؟ انا متعاقد مع شركة الصابون بتطلع احلى صابون. انا عمال اوزع صابون في الحصص لحد ما الشركات بعتت لي جواب شكر. ماشي موافقة، اكتبي اسم رانيا صابون اهو، اكتبي رانيا. ايه رانيا في مجموعتي يا رانيا؟ رانيا ماشي. يوم الاحد، يوم الاحد في سنتر احمد، هنكتبك يا رانيا. ماشي والله هجيب لك صابونه غاليه يا رانيا وهتشوف. ماشي يلا اللي بعدها. يبقى شبه السماء اللي هو الصباح بانسان. كلمه السماء مكتوبه ولا لا؟ ايه ده مين الضحى بتقول هات لها دي طول؟ ماشي هجيب صابونه. ماشي السنه مكتوبه، كلمه انسان مش مكتوبه. حلو، بدل واحده مكتوبه والتانيه مش مكتوبه، يبقى اسمها ايه؟ استعاره ايه؟ ها يلا رد. الله ينور عليك، استعاره مكنيه. السؤال 25، لو كان للمراه عقل يستضاء به، يعني عقل بينور، هو العقل بينور؟ قولي شبه بايه وانا اكتب. الله ينور عليك يا جميل، ربنا يبارك، ربنا يبارك لك يا اسلام. بص هنقول شبه العقل بالمصباح. كلمة العقل مكتوبة، كلمة مصباح مكتوبة ولا لا؟ قولوا لي اه ولا لا؟ لا. شاطرين. يبقى يا فندم دي اسمها استعارة مكنية. سؤال 27، وقفت بك الأهرام شامخة وكأنها للراسيات جدار. اولا في اداه ولا مفيش اداه؟ الاول نشوف في اداه ولا لا. قولوا في اداه ولا لا؟ في. يبقى نستبعد الضمني والبليغ. مين يقول لي انا لسه بعدت ضمني وبليغ؟ ها لسه بعدت ضمني وبليغ. الله يبارك لكم، ربنا يبارك، عشان الضمني والبليغ ما فيهوش اداه. حلو. طب تعالى بقى اسالك، شبه ايه؟ مين يقول شبه ايه؟ فين المشبه؟ مين المشبه يا جماعه؟ الاهرامات. صح، يبقى الاهرامات هو المشبه. هنعد مع بعض، الاهرامات رقم واحد. طب شبه الاهرامات فين الاداه؟ كانها، ادي كانها. طب فين المشبه به؟ الله يبارك فيك يا سارة، تسلمي يا بنتي. الراسيات كده ثلاثة. طب مين الشاطر اللي يطلع وجه الشبه؟ الله يبارك فيك يا عمرو، ربنا يبارك فيك يا عمرو. ينفع وجه الشبه اتنين، ينفع كلمة جدار وينفع كلمة شامخة. يبقى كده كام ركن؟ عدوا بقى، احنا قلنا كام ركن كده؟ أربعة. قولوا بقى يبقى تشبيه نوعه ايه؟ لا يا باسم كده مش ثلاثة. هقول لك أيوة باسم جدع، كده أربعة، يبقى ده تشبيه مفصل. يلا اللي جاية. قالت الرياح للنخيل، هي الرياح بتتكلم؟ لا. شبه إيه بإيه؟ الله يبارك، شبه الرياح بإنسان. كلمة الرياح مكتوبة ولا لا؟ هي مكتوبة. تمام. كلمة إنسان مكتوبة ولا لا؟ الله يبارك لك،
يبقى كده دي ايه؟ ردوا عليا بقى قولوا لي الاجابه. شاطرين شاطرين، ربنا يبارك لكم. استعاره مكنيه. اخر واحده، عاش الهلال مع الصليب. هو الهلال بيعيش؟ جدع جدع نادي، يا ربنا يبارك لك. هكتب شبه الهلال بإنسان. كلمة الهلال مكتوبة ولا لأ؟ قولوا كده. آه. طب كلمة إنسان مكتوبة ولا لأ؟ لأ. شاطرين. طب أما يجيب كلمة ويشيل التانية تبقى دي اسمها إيه؟ الله يبارك، استعارة مكنية. ربنا يبارك فيكم، استعارة مكنية. تسلموا. يبقى ده يا فندم بفضل الله، بفضل الله الأسئلة أهو. مين يحب أعيد له سؤال تاني في البلاغة؟ أه. طيب بص يا حبايبي، ربنا يبارك. عيد سؤال كام؟ مين بيقول لي عيد سؤال؟ سؤال 26. ماشي. سؤال 26، صلاة مصر. هو مصر بتسأل، هقول ايه؟ هقول سلمى صح؟ هقول شبه هي سلمى، انت اللي ترد عليا يا سلمى. شبه ايه بايه؟ مصر ما بتسألش، قولي شبه ايه بايه بقى؟ شاطرة، شبه مصر بإنسان. حلو. طب إنسان مش مكتوبة، يبقى دي على طول استعارة مكنية. تمام؟ كلمة المضاجع، اللي بتسأل كلمة المضاجع، تمام؟ كلمة المضاجع دي معناها المكان اللي بيناموا فيه. تمام كده يا حبايبي؟ ربنا يبارك لكم يا رب. إزاي أفرق بين وجه الشبه وأداة التشبيه؟ أداة التشبيه الكاف وكأن، ماشي؟ والله ما صلى على الحبيب يشابه. وجه الشبه حاجة مشتركة بين الاتنين. تمام؟ حاجة مشتركة، يعني يقول لك الأم كالمدرسة، كالمدرسة دي الأداة. طب في الجمال، في الجمال، يبقى يا حبايبي دي اسمها وجه الشبه. ضحى بتقول ايه؟ اه هسأل سؤال اوزع عليه هديه. هقول السؤال اهو، انزلي تحت كده هنكتبه، هنشوف مين اول واحد هيجاوب السؤال ده. لو قلنا كده بصوا، هنقول ظل ظل في مصر في الاعوام السابقه رجال صالحون. عاوز اعرف كلمة رجال. ظل في مصر في الأعوام السابقة رجال صالحون. أول إجابة نعت غلط. خبر ظل لأ. جدع، أول واحدة الفائزة سارة ناصر. اسم ظل. شاطرة شاطرة شاطرة. ليه؟ خلاص سارة جابتها. اكتبي سارة ناصر. هي أصل الجملة ظل رجال في مصر في الأعوام السابقة صالحون، يبقى اسم ظل. سارة أنت مجموعتي يا سارة. ها مجموعة الأربع الساعة كام يا سارة؟ الإسماعيلية ولا الأكاديمية؟ سنتر إسماعيلية. اختاري هديتك يا سارة، سلسلة ولا ساعة بناتي ولا تاخدي حقك ناشف، فلوس ولا شوكولاتة؟ بخيرك اهو. سارة اختاري هدية، سلسلة، ساعة، حقك ناشف، شوكولاتة. قولي لي الاختيار يا سارة. ممكن اختار بكره؟ ليه يا ساره تختار؟ ما انا هجيب الحاجه وانا جاي بكره. هتفكري؟ طب اجيب لك بقى على ذوق يا ساره، ماشي؟ اه ممكن اختار بكره يا مستر، ماشي اخيرك يا ساره بكره، او اجيب لك حاجه على ذوقي. كلكم طيبين وربنا سبحانه وتعالى يبارك فيكم. اولا احنا عاوزين يا جماعه نكلم زمايلنا اللي هم يشاركوا معانا في البث ده. انتوا شايفين ما شاء الله احنا بننتفع ازاي. قولوا لي ايه رايكم في البث بامان طلاب دون مجامله. قولوا لي كده ايه رايكم في البث لمده دقيقه بامان طلاب، وان احنا بنتفاعل مع بعض كده. ماشي، ربنا يبارك فيكم.
اول مره تحضري النهارده البث، ربنا يبارك فيكي، وتحضري معانا على طول، ربنا يبارك لكم، ربنا يبارك فيكم. طيب هطلب منكم طلب كده من مستر علاء اخوكم الكبير، عاوز المره الجايه تكلموا زمايلكم كلكم اللي هم يشاركوا في البث. ليه بقى؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم العلم وعلمه، فانتوا النهارده في علم بناخده في البث ده عليه افضل الصلاه والسلام، فعليكم ان انتوا ترشدوا زمايلكم للخير. والله العظيم ثلاثه، ارشادكم للخير ده هيكون حاجه ليكم اخر السنه اللي ربنا يكرمكم. يعني انتوا المره الجايه قولوا لزمايلكم كلها يا جماعه عاوزين في البث، عاوزين نخش في البث عشان ربنا سبحانه وتعالى يكرمكم حبايبي. والله اي حد هيخش في البث ده وهيتعلم علم، لو انت ارشدته للبث ده وارشدته للعلم ده، والله لا تاخد حسنات عليه، والله والله لا تاخدوا حسنات، لان ده مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يقول حاجه يبقى اكيد الحاجه دي تمت باذن الله. ندعي بقى اخر البث كده، اللهم انفعنا بما تعلمنا، قولوا كده امين، وبعدين اكمل الدعوه اللي بعد كده. اللهم انفعنا بما تعلمنا، اللهم ذكرنا به وقت الحاجه اليه، اللهم ذكرنا به وقت الحاجه اليه، اللهم اجعل اهالينا يفرحون بنا، اللهم ارزقنا بالكليه التي نحبها، اللهم ارزقنا بالكليه التي نحبها. امين امين. ربنا سبحانه وتعالى يجمعنا معاكم على خير، وباذن الله يبقى مكاننا في الاخره الجنه كلنا، ويكون العلم ده انتفع بيه باذن الله. كل سنه وانتم طيبين، وربنا يبارك فيكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.